بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله في الحلقة 26 من حلقات برنامج الدرر في فضائل الآيات والسور. ودرتنا لهذا اليوم في بيان فضل سورة قاف والقمر وسورة الجمعة والمنافقون. فجاء في فضل سورة قاف والقمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما في صلاة العيد. فعن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى، فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. وجاء في فضل سورة الجمعة والمنافقون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما في صلاة الجمعة. فعن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأخيرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة رضي الله عنه حين انصرف، فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. هذه ثلة من فضائل هذه السور العظيمة المباركة، أسأل الله عز وجل أن ينيلنا عظيم فضلها وأن يجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، وأن لا يجعلنا ممن يقرأه فيشقى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.